بتاعكم وبتعرف وقتي شايف الحيوانات وحشية. الحيوانات وحشية. الأسد. الأسد. أسد هو ملك الغابة. ملك الغابة. الأسد هو ملك الغابة. هل ممكن الأسد أن يعيش معنا؟ لا. لماذا؟ يؤذينا. لأنه يؤذينا. أحسنتم. الأسد يعيش بعيد عن الإنس. إنسان. الأسد هو ملك الغابة. ماذا يأكل الأسد؟ اللحم. اللحم. أحسنتم. ماذا يسمى صغير الأسد؟ شبلون. بيته يسمى؟ عرين. عرين. أحسنتم. كيف هو صوت الأسد؟ زئير. زئير الأسد. زئير. هل الأسد يطير؟ أحسنت. رأس الأسد يمشي ويجري ويقفز. أحسنتم. كذلك الزرافة. الزرافة. ماذا تأكل الزرافة؟ العشب. العشب. أحسنتم. الزرافة لديها رقبة طويلة. رقبة طويلة. هل الزرافة لديها صوت؟ لا. ليس لديها صوت. خر؟ خرساء. أحسنت إبراهيم. خرساء. الزرافة تسبح في الماء؟ لا، تمشي وتجري. أحسنت مهدي. أحسنت. الفيل. الفيل. الفيل لديه أنف طويل. أنف طويل. يسمى خرطوم. أحسنت مهدي. يسمى خرطوم. خرطوم. أحسنت مهدي. الفيل يأكل العشب. يأكل العشب. أحسنتم. هل الفيل يتيم؟ لا، يمشي ويجري ويقفز. الفيل يمشي ويجري ويقفز. كيف هو صوت الفيل؟ نهيم. أحسنتم. يسمى صوت الفيل نهيم. 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 أحسنتم. التم التمساح. التمساح. التمساح يأكل اللحم. اللحم. يأكل التمساح يتيم؟ لا، يمشي ويجري ويقفز. التمساح يسبح في الماء. يمشي ويسبح في الماء. في الماء. كذلك الذئب. فارس. الذئب. الذئب. كيف هو صوت الذئب؟ كذلك الحمار وحشي. الحمار وحشي. ماذا هو الحمار الوحشي؟ أبيض وأسود. هل الحمار يأكل العشب؟ لا، يأكل اللحم. الحمار يسبح في الماء؟ لا. الحمار يمشي ويجري. أحسنت ياسمين. كذلك من الحيوانات الوحشية الدب. 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 ماذا يحب الدب؟ العسل. يحب العسل والنوم. الدب. الدب يسبح؟ لا، يمشي. يمشي ويقفز. أحسن. الدب. كذلك القرن. القرن. كيف هو صوت القرن؟ كيف هو صوت القرن؟ يسمى؟ الضحك. أحسن. دراس ضحك. ضحك. ماذا يحب القرن؟ ماذا يحب القرد؟ الماوس. القرد يحب الماوس. أحسنت. الحيوانات الوحشية تعيش في الغابة أو في الصحراء أو في الجبل. إذا ماذا نسمي الحيوانات التي لا تعيش مع الإنسان؟ الحيوانات الوحشية. الحيوانات الوحشية التي تعيش بعيد عن الإنسان في الغابة، في الصحراء أو في الجبل. الجبل. أحسنت. سأطرح عليك بعض الأسئلة أريد منك الإجابة حول ما قمنا بدراسته. الحيوانات الوحشية. أحسنت. حول الحيوانات الوحشية بصوت مرتفع. الحيوانات
إبراهيم. إبراهيم، الشبل هو صغير أي حيوان؟ الأسد. الأسد، أحسن. الشبل هو صغير الأسد. أي حيوان يسمى صوته نهيم؟ الفيل يسمى صوته نهيم. أحسن. ما هو الحيوان الأبكم الذي لا يسمع له صوت؟ الزرافة. الزرافة، أحسن. الزرافة خرساء ليس لديها صوت. أحسن. ماذا يسمى بيت الأسد؟ عرين. عرين، أحسن. يسمى عرين. أحسن. أي حيوان يسمى صوته زئير؟ الأسد. أحسن. الأسد صوته يسمى زئير. زئير، أحسن. أي حيوان يسمى صوته زئير؟ الأسد. الأسد زئير الأسد، أحسن. ماذا يسمى صوت الذئب؟ عواء. عواء، أحسنت. ماذا يحب القرد فارس؟ الموت. أي حيوان يسمى صوته ضحك؟ القرد. القرد يسمى صوته الضحك. الضحك، أحسنت فارس. الدب، ماذا يحب الدب؟ العسل. يحب العسل والنوم. يحب العسل والنوم، أحسنت فارس. الحليب ومشتقاته وكذلك اللحم.
البقرة؟ الحظيرة. في الحظيرة. أحسنتي سيري. الحظيرة. في الحظيرة تعيش البقرة؟ في الحظيرة. كيف هو صوت البقرة؟ البيض واللحم. ماذا يسمى بيت الدجاجة؟ القرن. ماذا يسمى صغير الدجاجة؟ صوت. أحسنتم. كيف هو صوت الدجاجة؟ أحسنتم. هل الدجاجة تقفز؟ لا. تمشي وتجري. أحسنتم. هذه؟ القطة هي حيوان أليف يعيش معنا في البيت مع الإنسان. ماذا تأكل القطة؟ اللحم. كيف هو صوت القطة؟ مياو مياو مياو. مواء 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 مواء. هل القطة تسبح في الماء؟ لا. القطة تمشي تجري وتقفز. أحسنتم. الحصان. من يأكل الحصان؟ العصفور. يأكل الأعشاب الحصان. أين يسكن الحصان؟ يسمى بيته؟ الصبل. أحسنتم. استبل. استبل. كيف هو صوت الحصان؟ صهيل. 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 أحسنتم. هذا هو الكلب. 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 ماذا يأكل الكلب؟ اللحم. اللحم. الكلب هو حيوان أليف. أليف. كيف هو صوت الكلب؟ يسمى صوته نباح. 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 هل الكلب يطير؟ لا. الكلب يمشي ويجري. الكلب يمشي ويجري. ويجري. أحسنتم. هذا الحيوان يسمى خروف. خروف. ماذا يعطينا الخروف؟ الصوف واللحم. اللحم. أحسنتم. ماذا يأكل الخروف؟ العشب. العشب. الخروف يأكل العشب. هل الخروف يسبح في الماء؟ لا. الخروف يمشي ويجري. أحسنتم. هذا هو الحمار. حمار. ماذا يأكل الحمار؟ العصر. العصر. كيف هو صوت الحمار؟ نهيق. 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 صوته يسمى نهيق. نهيق. أحسنتم. كذلك الأرنب. الأرنب يقفز. الأرنب. ماذا يحب الأرنب عزيزة؟ الجزر. الجزر. يحب الجزر. أحسنتم. الكلب والقطة والدجاجة تعيش مع الإنسان. هل هي تؤذين هذه الحيوانات؟ لا. إذن هي حيوانات أليفة تعيش مع الإنسان في البيت أو في الضيعة. أحسنتم. سيرين، أي حيوان يسمى صوته صهيل؟ الحصان. الحصان. أحسنتي. الحصان يسمى صوته صهيل. صهيل. أحسنتي. السوس هو صغير أي حيوان؟ الدجاجة. الدجاجة. أحسنتي. السوس هو صغير الدجاجة. الدجاجة. أحسنتي. ماذا يسمى صغير البقرة سيرين؟ عجل. أحسنتي. عجل. وأين تعيش البقرة؟ حظيرة. في الحظيرة. أحسنتي سيرين. أي حيوان يسمى صوته مواء؟ القطة. أحسنتي. القطة. ماذا نسمي صوت البقرة؟ خوار. أحسنتي. خوار. أحسنتي سارة. أي حيوان يسمى صوته نباح؟ الكلب. الكلب. صوته يسمى؟
احسنتي ساره. ياسمين، ماذا نسمي صغير الكلب؟ احسنتي. اي حيوان يسمى صوته نهيق؟ الحمار. الحمار صوته نهيق. احسنتي. بيت الدجاجه؟ قن. نسمي بيت الدجاجه قن. احسنتي ياسمين، شكرا.